السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب في مقطع جديد من لعبة بولي. اوكي، الساعة 9 الصباح عند المديرة. طيب، صبحكم الله بالخير. واضح اني مسيب هالجماعات السود، عصابة الجاكيتات السود. وش سالفتهم يحرشون قدام المديرة؟ مديرة مدري مشرفة، هذه مدري وش موضوعها يا شباب. لا تتذكرون اول حلقة في اللعبة هي اللي عرفتنا على المدير، يعني بدليل انها مش المديرة، المشرفة كانت تقرب قهوة حتى ولا وتتغزل وتحاول تقردن المدير. فهذا الدليل، هذا النشبة اللي كتبتوا لي كومنت عليه وتقولون لي جزاه الله خير، والله بفك ازمه اقسم بالله اللي حط لي الكومنت. قال لي يمديك تمسك الطلاب. خلينا نجرب على هذه، معليش والله. اول شيء نعطيها كلمتين غزل. هلا والله هلا. طيب معليش. اوف معلمينها المهارات القتالية. وين زبنت؟ يخرب بيتها، في باب هنا ما يمديني ربي سوت لي يا رب. ما في وانتو، حتى المشرف ما درى من سرعة ردة الفعل. اوكي، ما نمسك واحد ثاني الحين، كلهم في الصفوف. وش يسوي؟ وش الصف ذا اللي برا الجامعة؟ الجيم تونا مخلصينه من قريب. شبهور، اخيرا الشبهور يا شباب. السيكل العجيب، سووا نفسكم ما شفتوا شيء. الشبهور يا شباب. اوكي الحمد لله. راسل اكيد هنا. لا والله راسل شكله يحضر الكلاس. شوف ادعمه وهو يقول لي سوري. شفتوا كيف الادب يا شباب؟ I'm in a good mood today, so just shut up and get to work. Shut up and get to work كالعادة. One action. يا أخي كريه ذا الكلاس، والله أنا كريه. بسم الله. Guess you're not useless. والله يا شباب شكلهم مصرفين الدراجة هذيك. ولا يا أخي لا تسولف، ركز، لا تسولف. Last chance. بسم الله. حك باطك مروح يا اخي. الله يخرب بيتك، خبيتك المروح. ركز، انا جالس اضغط هنا بس هو يحكحك. كيف بيشتغل؟ يلا ما عليه. السيكل مش مستعجلين عليه اصلا. جزاه الله خير، واحد ذكرني في الكومنتات برضه قال لي يا اخي اشتر الدراجه هناك وفكنا من السرعه. اذيتنا، السيكل سريع والسيكل سريع في شبهور. فان شاء الله اني بتوجه الى الملاهي. الشغله الثانيه اللي بغيت استكشفها في الملاهي، أن برضه واحد كتب لي يقول لي في مكان سري في الملاهي. وش المكان السري؟ قال لي استكشف شيء كذا بيعجبك ما ادري ايش. فنجرب ونشوف. طيب عندنا ميشن هنا بنحاول نخلصه بين الكلاسين عشان ننجز سترونج هولد. اطلب مساعدة من هذا. وش السالفة؟ We're a bit above helping people like you. I mean, get real, duh. Pee stain. Now you need my help. Get it. Damn. الله لا يحوجنا ويدور الزمن ونحتاج هذا. وين راسل؟ No, get to Ernest. He runs that clique with the rod of iron. You get him on your side, and you got the rest of them meeting out of the palm of your hand. You got to show him who's boss. You might be onto something. See you later. أي حلو. Wait, Jimmy. لا ما نبيك. لا ما حد يبقى. والله اني دريت انه بيقول كان اي كم. ما حد يبقى تجي على كل ضربه كذا يجلس فوق يشجع. ولا من ابوه فايده. Ask the nerds about Ernest. اوكي خلنا نسال. Hey losers. يا هو الظاهر اني محتاج معلومه منهم. و اوكي بس دونت تيل هيم اي تولد يو. من هذا اللي خبروني مكانه ويقولون لي تكفى لا تعلمها اني انا خبرتك. من هذا اللي يخافون منه؟ شوف 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 الدافور، حتى وهو يضارب مسطره. اوبن ذا ميك يور واي تو ذا. اوكي ايه مسوين السلاح هذا اللي اعطاني اياه، تذكرونه يوم نزلنا في تحت المحل المخبى حقهم اللي لعبنا فيه اللعبه ذيك. كريهة مقر الجاكيتات السود، شفنا مكانه في الحلقه الماضيه. وهذا مقر العصابه الخضراء الدوافير. كويس انه ما يحتاج اضاربهم كلهم، يرجع منهم كثره. مشكله انهم خوافين، ضربتين ويستسلم. هلا بي المشين جن ترافل، ايش اسمه، ترافل حق جي تي اي.
دستروي ذا ترانسفورمر. اوكي هذا يبي له اكيد شو اسمه. دقيقة وين هو؟ شيت وربي سنايبر اليت. خلنا نزبن هنا ناخذ كفر. تعال وربي اسخن السنايبر اليت عليك وربي انها هيد شوت. اوكي على فكرة على طاري سنايبر اليت باذن الله السلسلة مجرد ما خلص احد السلاسل ستراند ديب او بولي باذن الله اني ابتدي فيها. فترقبوا ايش السالفة الحين؟ وين الدخلة؟ الانذار مصقعه. هذا اللي يضحك الظاهر ما عليه. افتح بس افتح ارويك من يضحك. ليش الاكس حاط لي اياه انا؟ لازم اضارب هذا يعني؟ تكفى لا تقولي العلامة على هذا الاهبل. لا في شيء يباني اخذ المشين قني يمكن اتسلق. وين الدرج؟ شلون رقد دب هذا؟ اي اوه هلابي. والله صقع واحدة هيد شوت يا الرب عشان تعرفون الايم كويس مع انه كنترول يعني. ايه انكسر الباب الظاهر. اوه شوف الهيلث حق شو اسمه الباب. تعال هيلثي انا اللي بينتهي. تكفى لا تقولي مت. سنايبر اليت يا شباب ما فيها ترى. وات عادني من هنا. اها عشان احضر الكلاس. يلا ما عليه بنسوي لكم سكيب بعدين لمكان ما وصلنا. واضح ان بداية يوم سيء صح؟ رسوب في اول كلاس ورسوب في اول ميشن. احاول ادارك الوضع في الفوتوغرافي. ما عليكم لعبات الفوتوغرافي تعرفون الصور في الحلقة. ان شاء الله لما تشوف الالبوم جو تو ذا ماركت لوكيشن اراوند تاون بانوراميك فوتو. طيب خلنا نفتح الماب نشوف. اوكي مدخل مدرسة اثنين. يا سلام عند الملاهي حصلنا هدف يودينا الملاهي. وعندنا على الجسر اول مرة تيك فوتو اوف مين سكول بيلدينج. ابشر تليفون وش حاول اسوي صح؟ بس للاسف ما ينبطح وضعية. لازم نضبط صورة حلوة كذا. يا سلام في مكان هنا عند بيتنا الشاطي. ايش اصور؟ لايت هاوس. اوكي صور بيتنا. ابشر مع المرفأ. والحين طبعا راح نصور شو اسمه هذا الملاهي. يا اخي انا خايف اني اضيع وقت بس بحاول استعجل اني اشوف هذا السيكل او الدباب هذا اللي موجود هنا يبيعونه بكم. هذا هو 75 تيكت. والله يباله جلسه يا الربع هذا. ما عليه بجمعها كذا بدون تصوير في الالعاب اللي موجوده وبتشوفون الحلقه الجايه باذن الله اني داخل لكم بالشو اسمه بالدباب. اما بالنسبه للمكان السري صعب صراحه اني ادور لاني في مشن. طيب هنا صوره على الجسر. وقف اكيد بنصور السد هذا. ايه تيك فوتو اوف ذا دام ذا دام ذا دام احلى دام. وهذا الجسر اللي جيناه نجمع الراديو. شوف كنا بنستكشفه. هذه ثاني مرة هجيه من بعد ما شليت ترى. وش المكان هذا المصور؟ ايوه السلام عليكم. مقبرة. ايه شوف غصب يعلمك الاماكن اللي موجودة في اللعبة بطريقة حلوة. بالورث تشيرش. طيب تبي هذه ولا تبي المقابر؟ طيب خلنا ناخذ صورة المقابر. جيت المقابر شكيت الحال. ليه؟ طيب هنا ماركت لوكيشن. اوكي لازم اوقف هنا. هذا وخر فقحتك انت يا الربع. هذا تشيرش كنيسة ما قال لي مقابر. طيب هذا هذا حقهم القبة. حلو خلصنا باقي نص الوقت. وجيت المقابر شكيت الحال. جتني الجماجم تواسيني شكيت همي ودمعي سال. والله يوم قلت جماجم ذكرت الجمجمة حقت ستراند ديب. اي تخيلوا يا شباب هذه كانت نهايتنا. اقسم بالله اني من جد خفت بس الحمد لله الله عداها على خير. المهم ما ودي اشطح السلسلة ثاني. ورجعنا الى الصف نسلم الصور الجميلة. great work it really shows your sensitive side. الله تبين جانبك الحساس. ايش دخل جانبي الحساس؟ your sensitive part قالت لي. المهم تقصد المواهب. ما عليكم انا خانها تعبير. طيب نعطيها احلى سيف ونروح نكمل مشناتنا. اوكي عندنا مشن بالمدرسة. ما في شيء فوق الحمد لله. ما في شيء تحت الجسر. عندنا المشن الاحمر راح اسبق المشاهد لين اللي هو نفس الشيء سترانغ هولد.
وسويناها بالغلط. وات، لا ضربها ولا شيء، بس اعطيته مثلث والله. كسر سريع، خلاص ما بقى شيء. ايوه يو باست. طيب خلينا ندخل نشوف ايش الوضع من هذا اللي جالس يتكلم بالميكروفون اذاني له ساعه. Ernest, what are you doing? Give it up, dork. You work for me now. You're pathetic. You work for me. You defeated my weakest compadres. هذا البوس حقهم. I want us to be friends. I need your help. I've had friends like you. The kind who treat you like dog muck on their shoes. No thanks. Welcome to hell, Jimmy Hopkins. Be such a bully, Jimmy. Why? اوه هذا السلاح الكريه. شوف نظاراتك هذه. تحتاج تفصل لك واحدة جديدة. اوف. يا شيني الفلسفة. اوه دقيقة، جالس يأشر لي هناك على شيء. اوكي بعدين. طفينا التكنولوجيا حقه. شكل التكنولوجيا حقه ما بيفيده. دقيقة. ايوه باقي ضربة. تكنولوجي. طاح التكنولوجي. ايه زبن في مكان ثاني. بيروح من حاجة لمكان ثالث. سبحان الله سبحان الله، شفتوه يا اخي؟ تكفى عطنا راسك. خلاص الثالثة ثابتة، بيطير. ربي جابك لين عند الجوتي. التكنولوجيا حقك. الله كلك حكمة. يبقى النووي هذا السلاح النووي عشان يدمر العالم فيه. خطير، جالس يكون عصابة. ما هو بهين، عصابة مع الكل، الكل تحت أمره. ما أنت بهين يا جيمي والله، كل حلقة تكبر في عيني. خلاص الحين صار هذا البيس حقنا. وطبعا الحلقة الأخيرة أهل الجاكيتات السود جلدناهم، صاروا تحتنا. باقي مين؟ باقي عيال الذين دقيقة، وش ذا؟ تفاح. هذا اللي يتكلم عليهم. سبحان الله، هذا لهم. هذا تشوفه؟ تشوفه؟ كل تفاح. المشكلة هني بغيت أكفي نفسي شرهم، ولابس زيهم على فكرة. بس ما في فايدة، اللبس ما يأثر. كان اختبار فاشل. أوكي المشن الأحمر موجود هنا، بس عشان نتأكد ونحل المشنات خلنا بناخذ النجوم صفر أول شيء. مشن في نفس المكان، شكلها بنستخدم سلاح نووي. أول مرة أدخل هالمكان. وات؟ إيه واضح إنه المكان الرئيسي. هذا المكتبة صح؟ مكتوب لي قبل، نسيت. طبعا الدوافير اللي موجودين هنا ما راح تحصل جاكيتات سود ولا أي عصابة ثانية غير الدوافير. معليش. فن هاوس؟ فن هاوس فن. بيت المتعة. أدريبك شايف كنت سروالي. صلينا. Can you please talk normally? This is my normal style of rapping, bro. All right, enough. The football team is going to be there this afternoon. You could really cause them some problems. Okay. يا خدب هذا ما له حل والله. لا والمشكلة فيه وقت بعد. اوكي وصلنا للمكان يا شباب. وات؟ هذا المكان السري الظاهر اللي كان يقولنا عليه. سبحان الله. ميت اب وذ ذا نيردز. وات؟ ربي دوخ راسي اقسم بالله. عشت الشعور. ربي هذه اللعبة اللي صدق عشت الجو معها. لسه راسي يدور. اجلس هنا 10 ثواني وبعدين اطلع من المكان. بتحس المكان كله يلف حولك. هلب نيردز. ايش القروب الازرق هذا؟ من وين جاء؟ ابى اشوف الضرب. يا يمه يا يمه. ساعدناه وعلمناه في نفس الوقت. I'm so glad. بكي انجلد. هذا بكي ضعيف الظاهر. في مخرج ثاني هنا في اي شيء؟ هذا المكان السري. اكتب لي في الكومنت اللي كتبت لي. ما يمديني اطلع من هنا. ايش السالفه يا شباب؟ I gotta go. وانه طيب من وين بتطلع؟ اوكي في سلم هنا، تعال. بس الدب وشلون؟ لازم انزل له اياه الظاهر. او بالش اسمه دقيقة.
هذا الكتاب. سبحان الله اللغز. والله الكتاب حركة جميلة صراحة. لغز بسيط جميل. Go to the graveyard. الله الله الملاهي الله. نلعب سوبر ماريو الحين. الحين هم وراي ولا لا؟ طيب هو قال لي عشان تخرب عليهم المباراة. يا عساهم ينجلدون بس. يوز بروب. اوه اصير اخرب عليه. اصقع. وساخة. هذا زي التحدي الظاهر. هذا لا لازم اسبق له شوي. هذا بيت الرعب ولا ايش؟ وي اوت اوف جريف يارد. حركة حلوة صراحة. فالظاهر زي التحدي عندهم ولا شيء. وصرت اتحكم بالالعاب عشان اخرب على التيم الثاني. ابحث عن ايش؟ اوه دخلت متاهة. شوف الماب كيف. الله نجاك في عيونك. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مسكنهم في مساكنهم. كلهم يتحركون. كلهم يتحركون. يا ولد هلمي اوت ازعجتنا انت. وصلنا عند البوابة. طيب شلون نفتح البوابة؟ اوه اوكي جبنا الثاني. والله رفس الباب. اوف ديسيبل اوف الماينز. لا من وين طلع هذا؟ الحين هم يلحقوني ولا انتبه لهم ولا كيف الوضع؟ يا رب انه ما يخصني فيهم. بس مطلع لي الهيلث. والله المشي رهيب صراحة. هذا اللي خرب. هذا اللي كان ماسك الكنترول. يا وصف. الحين بساعد اخوياي اكيد. شوف كيف اسكره. اوكي طفاه. طيرنا كابه والله. ونطفي الثاني. الحين بيقدرون يمشون. هذا كان ينتظرني اطفيهم. جزاه الله خير. ولا بكسره في اخوي. في واحد ثاني. سمحت. اوف العله انكسر من اول ضربه. You want me to help? تعال 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 يلا ساعدني. كلام بس كلام. او انه تبي المساعده يقول. يلا اقل شيء انه ايش؟ تكلم. النيه. الاعمال بالنيه. الحين طفينا ثالث ونخليهم يعدون. خلينا نشوف وينهم. وين راحوا؟ والله سحبوا علي. طلعوا. فايند ذم. هذا فاتي جالس مستانس دب. تعال. هذا التريلر لازم تمشي بشويش عشان الحق. وهذا مسرح الظاهر ما يقدر يفتحه. شوف الجمهور. ايه في لغز هنا. مرايا فيها بلا احس. حليل الكشخة. نظام اللي يصورني. امسح البلاوي يا اخي امسح البلاوي هذا. دقيقة خلنا نجرب. اخي اسكت ما اكلت برجر لي ثلاث ايام. قالك ما اكلت. المشكلة ما انا بشايف شيء يا رب. شوف باب الخروج اشوفه من هنا. يمكن في مكان ثاني. وات؟ كيف انا دخلت هنا شفت هذا ما شفت هذا؟ ومسوي فيها لغز ما لغز. جلس احوس لي ساعة. سحبت عليهم. هات فلوس 100 100 ما اقبل الا 100 25 يا وسخ رخيص. اوه صار اثنين احمر عندنا. واحد احمر هنا واحد احمر هنا. يا سلام سلم. باقي لنا اخر نجمه صفراء نفتك منها. هذه اللعبه اللي راح اجمع فيها لانها بسيطه. مجرد ما انك اطيحه يعطيك تقريبا ثلاث. احتاج 70 فبدرس خلف الكواليس افرم. اي ايام تفريم الرينج. عنوان المقطع فارم بولي. ولا قلت كيف تجيب الدباب بسرعة. خل نام. تكفى لا تكرش اللعبة. هلا 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 ابشري بالهلب. هلا walk me home. قال ما يمشي. تبي مخاوي خائفة اخر الليل. طيب انا بيمسكوني. انا بيمسكوني بيجلدوني. تكفى لا تفضحنا. تكفى المشرف تكفى. تكفى
تكفى خلنا الهيبة كذا. خايفة خايفة توصل للجيرز دوم. والله ابشري هذا هو قريب. سوالفها رخيصة بس يلا. اسماء تشيلستي. لو تستعجلين يا تشيلستي شوية بس كذا. عشان والله ورانا مشنات وكذا. يلا يلا يلا. يلا امشي. لا 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 عندي مشن والله عندي مشن. عيب علي. اوه. لا والله عيب. لا والله عيب. عيب. في وجه البنت. صدعوني يشلوني انا والبنت. حطوني عند السرير. اقول نام لا. لو وصلتها وانا ساكت. استعجلي استعجلي. هذه كانت نهاية حلقتنا يا شباب. أتمنى أن نالت إعجابكم. لا تنسوني باللايك. أشكر من تسمين القناة والشكر موصول لكل من دعمني بلايك كومنت وشير. نشوفكم على خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.